السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم جميعا في درس جديد من دروس دورة لغة جافا. خلال هذه الحصة إن شاء الله سوف نتعرف على كيفية إدارة الأخطاء وإدارة الاستثناءات في برامجنا Handling Exceptions. الاستثناءات أحبتي في الله هي أخطاء تقع في برامجنا وتؤدي إلى توقيفها. يعني على سبيل المثال أحبتي في الله، لو عندك مثلا فورم في برنامجك، هذا الفورم يطلب من المستخدم أن يدخل بعض البيانات، من بين هذه البيانات أن يدخل سنه مثلا، العمر. العمر يعني قيمة رقمية، فممكن أن يقوم اليوزر بإدخال قيمة نصية بدل القيمة الرقمية. فإذا أردنا أن نخزن هذه القيمة النصية في متغير رقمي أو إرسالها إلى حقل في قاعدة البيانات من نوع int، فسيحصل خطأ من غير شك، لأن القيمة المرسلة على خلاف نوع بيانات الحقل المستقبل. هذا مجرد مثال. أحيانا مثلا عندك مصفوفة، يعني array به عدد عناصر محدود، وتريد أن تخزن في أكثر من عدد العناصر، هنا سيحصل خطأ. أو عندك مثلا تريد أن تفتح ملف غير موجود، يعني file not found، ملف غير موجود في القرص تريد أن تصل إليه، أو مجلد وما إلى ذلك هو غير موجود، ستحصل exception، يعني سيحصل استثناء. أو على سبيل المثال arithmetic exception، يعني استثناءات رياضية أو حسابية. مثلا تريد أن تقوم بعملية القسمة، فيكون المقام قيمته صفر، والمقام يفترض أن لا تكون قيمته صفر في الرياضيات، لأن القسمة على صفر غير ممكنة، وما إلى ذلك من الأمثلة أحبتي في الله. يعني البرامج شيء عادي جدا أن تكون بها أخطاء، لكن دورنا كمبرمجين هو أن نقلل نسبة حدوث هذه الأخطاء حتى لا يتوقف البرنامج. المهم أن لا يتوقف البرنامج، وأن ندير الأخطاء المحتملة ونبرمجها مستقبلا. هنالك آلية في لغات البرمجة، في لغة جافا أيضا تسمى تراي كاتش. هذه الآلية تسمح لنا باقتناص الاستثناءات وإدارتها. صيغة الاستثناءات أحبتي في الله هكذا، نكتب تراي ثم نفتح المعقوفة ونضع الجزء الذي نريد أن نتحقق من سلامته هنا بين اللامتين، ثم نقول له catch، يعني إذا حصل خطأ فنفذ لي هذا الجزء. exception نسميها مثلا x object من نوع exception، يعني هذا البلوك الأول try نضع فيه الكود الذي نشك يعني أنه سيحصل به خطأ، وهنا الكاتش نضع ما الذي نريد أن ننفذه إذا حصل خطأ. يعني على سبيل المثال لو عندنا مثلا int a قيمته 20 وb قيمته مثلا 5، ونريد أن نقوم بطباعة ناتج القسمة system.out.println مثلا a مقسومة على b. هنا أحبتي في الله سيعطيني كم؟ سيعطيني يعني النتيجة، يعني هنا لا يوجد استثناء، لأن البسط قيمته 20 والمقام قيمته 5، 20 مقسوم على 5 سيعطيني 4، يعني لا مشكلة ننفذ 4. لكن تخيل لو كانت هنا صفر، لو نفذنا لم يحصل شيء. لماذا؟ لأن الخطأ وقع لكننا لم نقم بإدارته بعد. سأخرج هذه الانستراكشن من هنا، أعملها كنترول إكس، أضعه خارج تراي. لاحظوا الآن ماذا سيحصل في البرنامج، سيتوقف البرنامج، سيظهر خطأ، لاحظوا باللون الأحمر exception entered، يعني في هذا الملف by zero، يعني arithmetic exception، خطأ من نوع رياضي، القسمة على صفر. لاحظتم كيف أحبتي في السطر الثامن، يعني هنا حصل الاستثناء. إذا وضعنا هذه الانستراكشن داخل التراي بلوك تمام، لن يظهر هذا الخطأ. لكن ماذا سنقول لليوزر؟ ماذا سنقول له؟ المفترض أن نقول له هنالك خطأ في عملية القسمة، لا يسمح بالقسمة على صفر. لذلك بكل بساطة يمكن أن نقول له system dot out dot dot print لن نقول له مثلا cannot divide by zero. لو نفذنا ستظهر هذه الرسالة أحبتي في الله، كان not divide by zero. ممكن أن نظهر الرسالة الأصلية للإكسبشن، نأخذ هذا الأوبجكت الذي اسمه X، نقول له X dot get message، هذه الميثود ترجع لنا الإيرور الأصلي، لاحظوا divide by zero. تمام، يعني أحبتي في الله بالنسبة للتراي كاتش فهي تسمح لنا باقتناص الخطأ. نضع الجزء الذي نشك فيه، يعني الكود الخاص بنا، نضعه في التراي بلوك، يعني بين البريسز الخاصة بالتراي، ثم في الكاتش نضع يعني بالمقابل إذا حصل خطأ ما الذي نريد أن ننفذه. وهنالك جزء آخر في التراي كاتش يسمى الفاينالي، وهو جزء ينفذ في جميع الأحوال،
سواء حصل الخطأ أم لم يحصل. الفاينلي يحصل في جميع الأحوال. يعني مثلا هنا نقول له system dot out dot println مثلا this code will be executed in all cases مثلا، يعني في جميع الحالات. لو نفذنا حصل الخطأ وتم عرض هذه الرسالة، لو وضعنا قيمة صحيحة مثلا 4، يعني ستكون لن يحصل استثناء، ومع ذلك سيظهر الفاينالي instructions. لاحظتم كيف الفاينالي أحبتي في الله يتم تنفيذه في جميع الحالات، وهي مهمة جدا. يعني حينما نقوم ببرمجة مثلا تطبيق متصل بقاعدة بيانات، ففي الفاينالي نقوم بغلق الاتصال، يعني سواء نجح الاستعلام أو الأمر المتصل بقاعدة البيانات أو لم ينجح، ينبغي أن نغلق الاتصال في نهاية الأمر. يعني إذا نجح ننفذ الأمر ونغلق الاتصال نضعه في الفاينالي، وإذا لم ينجح نعرض له رسالة خطأ ونغلق نفس الاتصال هنا في الفاينالي. إذا أحبت في الله، في لغة جافا تسمح لنا تراي كاتش ستيتمنت بإدارة الأخطاء، وهي مكونة من 3 أجزاء: الجزء تراي الذي يسمح لنا بتحديد الكود الذي نشك فيه، والكاتش ما هو الأمر الذي نريد تنفيذه إذا حصل الإكسبشن، ثم الفاينالي هذا الجزء ينفذ في جميع الأحوال سواء حصل الخطأ أو لم يحصل. هنا بالنسبة لهذا الأرجيومنت إكسبشن، هذا الأوبجكت إكس المستنسخ من الكلاس، هذا الإكس المعلن عنه من نوع إكسبشن، هذه الكلاس عبت في الله هي الكلاس التي تمثل الاستثناءات، ومنها تتفرع مجموعة من الكلاسات حسب النوع. هنا مثلا بالنسبة لهذا الخطأ الذي حصل لدينا هو من نوع أريتمتيك إكسبشن، لذلك ممكن أن أكتب أحدد أريتمتيك إكسبشن، يعني إذا وقع أريتمتيك إكسبشن نفذ كذا، وممكن أن أضع في الكاتش، يعني مثلا كاتش وضع إكسبشن أخرى هنا مثلا file not found إكسبشن نسميها مثلا FN. يعني إذا عندك مثلا إكسبشن بهذا الاسم فتضع الكاتش بالعدد الذي تريد، يعني مثلا لو عندك احتمال مجموعة الأخطاء ممكن أن تحدث في هذا الكود، تضع الكاتش الأولى، الكاتش الثانية، الكاتش الثالثة بالقدر الذي تحتاجه إلى حين تتأكد من أن الكود الذي كتبته سليم. في الفاينل تضع الكود الذي تريد تنفيذه في جميع الحالات. إلى هنا أحبتي في الله تنتهي حصة اليوم. أرجو من الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في شرح آلية اقتناص الأخطاء وإدارة الاستثناءات في لغة جافا. أدعو لكم جميعا بالتوفيق والسداد، ونلتقي في الحصة المقبلة بحول الله وقوته. دام لكم البشر والفرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.